السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بحول الله راح نشوفوا في هذا لا فيديو لو جو دانستريكسيون دو 80-85. يعني مش راح نشوفوا كامل لي انستريكسيون، مي راح نشوفوا لي ديفيرون تيب دانستريكسيون. احنا شفنا من قبل باللي قلنا الانستريكسيون اللي كومبوزي دو دو بارتي، لا بارتي الاول سميناه لو كود، اي لو دوزيام بارتي سميناه لوبيراند. ركزوا بزاف على المعلومه هذه. قلنا الانستركسيون تاعنا فيها دو بارتي، لو برومي بارتي سي لو كود اللي هو كود اوبيريشن، من بعد جينا الدوزيام بارتي اللي هو لوبيرانت. قلنا إذا شفنا لوب كود، لوب كود معناه عندنا 74 أوب كود. أوب كود أما لوب كود مع لوبيرانت، سيتادير كل ما لهنا أوب كود راح يبقى نفسه، هنا يتغير قال مثلا لوبيرانت راح يولي عندنا، راح يولي عندنا مجموع تاع 246 انستركسيون. يعني مجموع تاع 246 انستركسيون. على حنا شفنا باللي لي انستركسيون مادام راني نخدم في 8 بيت راح يكونوا 8 بيت. لهنا عندنا 2 بيسونس 8 عطينا 256، مي ماشي راح نستخدم 256، راح نستخدم فقط 246. وهذو 246 باش ما يبانوكمش بزاف، هذو من بعد راح نشوفهم باللي سامبل هو عندنا 74. من بعد كل ما يتغير الاوب كود اللي هنا فقط لوبيراند اللي هنا، كل ما يتغير لي ريجيستر ولا راح يتبدل اللي هنا، يولي عندنا اوب كود، راح يولي عندنا انستركسيون جديده. لهنا لوب كود قل مثلا نقولوا مثلا لوب كود مثلا موف، راح يبقى موف. مي هنا مثلا لي ريجستر راح يتغيروا، قال مثلا من ريجستر بي لريجستر سي، من ريجستر سي لريجستر دي، من ريجستر اش لريجستر ال يا سي سويت. فوالا لهنا راح نشوفوا باللي عندنا 4 ولا 5، نقدروا نقسمهم 4 ولا 5 تيب دانستركسيون. عندنا لو برومي تيب لا بريمير كاتيجوري دي انستركسيون، مالي دي انستركسيون دو ترانسفير. شو معنى دو ترانسفير؟ احنا عندنا مين راح نترانسفيري المعلومه، المعلومه سوا راهي موجوده في لي ريجيستر، شفنا عندنا سي ريجيستر جينيرو بي سي دي اش ال، سوا راهي تكون في لا ميموار، لا ميموار سوا راح نقرا من لي بيريفيريك دونتري سورتي. فوالا معناها المعلومه راح نديها لريجستر ترونسفير، واش راح يديروا؟ راح يكوبيلو المعلومه من ان ريجستر ان ريجستر، ولا من ريجستر ميموار، ولا من ميموار ريجستر، ولا من مثلا من بيريفيريك دونتري سورتي فير ريجستر، ولا من ريجستر فير بيريفيريك دونتري سورتي. هذا واش راح يديروا لي انستركسيون دو ترونسفير، راح يترونسفيرو لي المعلومه من مكان الى مكان اخر. هنا راح نديروا كوبي، ما نديروش كوبي، راح نديروا كوبي، ستادير المعلومه لما نقلوها راح تبقى في لا سورس. قال مثلا اذا هزيت المعلومه مثلا من بي ديتها لسي، المعلومه اللي في بي راح تبقى نفسها. اذا هزيت مثلا معلومه من ميموار ديتها مثلا للدي، المعلومه راح تبقى في لا ميموار نفسها، معناها راح يدير كوبي على ميموار. هذا لا بريمير كاتيجوري ولا لا بريمير جروب دي انستركسيون اللي هما قلنا لي انستركسيون دو انستركسيون دو ترانسفير. لا دوزيام بارتي دي انستركسيون هما لي انستركسيون اريتميتيك. لهنا تو سامبلومون راح ندير لي زوبيراسيون اريتميتيك اللي نعرفوهم، العمليات الحسابيه كيما لاديسيون اللي راح نقول لها مثلا اد، مثلا سوستراكسيون اللي راح نقول لها ساب. لهنا ما عندناش لا ديفيزيون اي لا ملتيبليكاسيون، مي عندنا حاجه اللي تروبلاسيون اللي هي لانكريمونتاسيون. لانكريمونتاسيون معناها ان في شي ان ريجستر مثلا نزيدو كل مره واحد، زيد او واحد زيد واحد زيد واحد، ولا العكس ندير لا ديكريمونتاسيون. لا ديكريمونتاسيون هذا تقريبا يعني لي انستركسيون اريتميتيك. راح نشوفوا كاين دوتر ديتاي راح نشوفهم من بعد كي نبداو نقرا في لي انستركسيون اريتميتيك. لهنا عندنا اوسي لي انستركسيون لوجيك. لي انستركسيون لوجيك واش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا مثلا اللي نعرفوهم مثلا كيما لو اند لوجيك، عندنا لو اور مثلا
مجيكا، عندنا مثلا الجزار، هذا تقريبا. ورايحين نشوفوا دوطر معاهم، رايحين نشوفوا دوطر انستركسيون اللي هما لو ديكالاج اغاش، لو ديكالاج ادروات، ينسي سويت. عندنا لي انستركسيون دو برونشمون. دو برونشمون واش معناها؟ معناها البروغرام اللي مثلا عندنا لي انستركسيون دو برونشمون، راح نشونجي لا سيكونس دو بروغرام. كي مثلا البروغرام كي مثلا ديال لا ميموار، نقول لو كونتور دو بروغرام كان لهنا، كان فيه الانستركسيون ميل، من بعد يكزيكوتي ميل، ومن بعد يهبط الميل 1، ومن بعد ميل 2، ومن بعد ميل 3، وان سي دي سويت. هذا لا سيكونس العادي. لي انستركسيون دو برانشمون معناها انا نبدلو لو برانشمون، كي مثلا نهزو منا نديه يخدم ان سو بروغرام، مثلا مثلا يروح للبوزيسيون 2000 في لا ميموار، كي مثلا ينتقل منا، كي مثلا يحبس لهنا ينتقل منا، يروح يكزيكوتي اون بارتي من البروغرام، لما يكزيكوتي لا بارتي هادي يعاود يرجع لهنا ويكمل الاكزيكسيون تاع البروغرام تاعو. لهنا راح نشوفو مثلا كيما لي انستركسيون جامب، كيما كول مثلا، وراح نشوفو دي دوتر انستركسيون اللي هما مهمين جدا، اللي عندهم علاقة باللي ريجستر ديتا اللي تكلمنا عليه من قبل. راح نشوفو كيف نديرو لو سون سو كونديسيونيل، يعني شرطي على حساب لي فلاغ ولا لي كونتينيو تاع لي ريجستر ديتا. هذا الكاتريام تيب دي انستركسيون. لو سانكيام تيب دي انستركسيون لي انستركسيون دو كونترول دوبيراسيون. هذو جينيرالمون راح نهتموا بزاف لهنا لي انتريبسيون، كي مثلا ناكتيفو انيبل انستري انيبل انيبل انتيرابت، ناكتيفو لي انتريبسيون ولا ديزيبل انتيرابت، ديزاكتيفو لي انتريبسيون، ديزيبل انترابت، ان سي دي سويت. هذا جينيرالمون هذا راح نشوفهم بعد، راح نشوفو شاك تيب دي انستركسيون اون ديتاي. هنا عليه برك ما درنا لا فيديو هذا باش نعرفو لونسومبل دي انستركسيون، بعد باش ما يتخلطوناش، بعد نعرفو اكزاكتومون واش راح نقراو، بعد راح نشوفو شاك تيب دي انستركسيون وحدها. نلتقي ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي هو راح يكون حول لي انستركسيون دو ترونسفير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.